السلام عليكم أعزائي طلبة السنة الأولى بكالوريا مع درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. هذا الدرس إن شاء الله غادي نخصو بور دي كيستيون جلوبال سور لا بواط أميرفي، بريسك 20 كيستيون. غادي نشوفو تقريبا 20 سؤال كيتعلق بالمؤلف، هي أسئلة شاملة كتعلق بالمؤلف ديال لا بواط أميرفي. نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي كيقول كي هي لوتور دو لوفغ، شكون هو الكاتب ديال هذا المؤلف؟ تو سامبلومون سي احمد الصفراوي، بكل بساطه وسهوله دونك احمد الصفراوي. السؤال الثاني كيلي لو جونغ دو لوفغ، شنو هو النوع ديال هذا المؤلف؟ حاولوا تذكروا شنو شفنا في لافيش دو ليكتور. سي ان رومون اوتوبيوغرافيك، هذا سيره ذاتيه. السؤال الثالث كيقول كي لو ناراتور، شكون هو السرد الحاكي في هذه القصه هذه؟ La plupart du temps, c'est Sidi Mohamed qui m'a fait la fiche de lecture. Mais parfois, il y a aussi le narrateur adulte qui est un sérid, le balir, le Ahmed Sfraoui. Soit rabé, quelle est la date d'écriture de la boîte à merveille? Je ne vois pas tarikh le kitab de la boîte à merveille. Mais c'est tarikh al-Nashr ou tarikh al-Isdar. C'est tarikh al-Kitab. 1952, 1952. سؤال خامس كيقول كيلي لا دات دو بوبليكاسيون دو لا بواط ميرفي، شنو هو تاريخ اصدار او النشر ديال المؤلف ديال لا بواط ميرفي؟ سيتي 1954، كان سنه 1954. السؤال السادس كومبيان يا تيل دو شابيتر اي كومبيان دو سيزون، شحال من فصل ادبي عندنا في هذا المؤلف والاحداث ديال هذا المؤلف وقعات ولا داس في كم من فصل من فصول السنه؟ عندنا 12 شابيتر 12 فصل ادبي اي 3 سيزون 3 فصول من السنه. لا كيسيون 7 بوركوا لو بير كيتي لا ميزون فاميليال، علاش المعلم عبد السلام غادر المنزل الاسري المنزل ديالو؟ بور ترافايي كوم مواسونور كار الى بيردو تو سون ارجون، باش يمشي يخدم كحصاد في الباديه في نواحي ديال مدينه فاس حيت فقد راس المال ديالو. La question 8, à quelle étape du schéma narratif peut-on associer le départ du père? F'ay marhala, marhala dil khota tasavdiya, moumkin nabto had soual ou la had hadats dil mughadala dil ab. L'ijaba moumkin tarjou l'tas dil le schéma narratif. C'est l'élément perturbateur, l'hadat al-moufajir, ou l'hadat liwa al-mouz'ij, l'ishkaliya. Soual tasi, كيلي لا دوغي توتال دو ريسي، شحال المدة كاملة ديال هاد القصة اللي دازت فهاد الأحداث ديال القصة كاملة؟ أونفيرون 9 موا، حيت ديجا قلنا 3 فصول من السنة يعني تقريبا 9 أشهر. السؤال التالي كيلي لا فونكسيون دو لا بواط ميرفي، شنو هو الدور اللي غتلعب تلعبو ولا كتلعبو لا بواط ميرفي في هاد القصة هادي وفي هاد الرواية؟ لا بواط لوي بيرمي دو سيفادي دو موند ريال، لا بواط كتمنح ولا كتعاون سيدي محمد انه يهرب من العالم الواقعي. لا كيسيون 11 كو كونتيان لا بواط دو سيدي محمد، علاش كتحتوي ديك العلبات العجائب ديال ولا لا بواط ميرفي دو سيدي محمد؟ دي زوبجي اوردينير اي هيتيروكليت، الاشياء اللي هي عاديه وغير متجانسه. السؤال الثاني عشر كيقول كيلي لا فيل دو ريسي، شنو هي المدينة ديال الحكاية، المدينة اللي وقعت فيها الأحداث ديال لا بواط ميرفي؟ سي لا فييل فيل دو فاس، المدينة القديمة ديال فاس. السؤال التالي كيز سون لي زوريجين دي بارون دو ناراتور، شنو هما الأصول ديال الوالدين ديال سيدي محمد يعني معلم عبد السلام ولا زبيدة، من أصلهم؟ أوريجين مونتانيارد يعني كما كنقولوا جبالة، جايين من الجبال. السؤال التالي كيس كي كاركتيريز لو ناراتور سيدي محمد، باش معروف سيدي محمد في القصه الشخصيه ديالو؟ لا سوليتود هو شخص منعزل، اي لا كاباسيتي دانفونتي دي موند فانتاستيك، وعنده واحد القدره في خلق عوالم خياليه كيف ما قلنا سابقا جميع الاطفال عندهم هذه القدره، ولكن هو كانت عنده بواحد الطريقه اللي مبالغ فيها. السؤال التالي كيقول كاين ديفيرونس يا تيل اونتر لو ناراتور اي سي كامارات دو مسيد، شنو الاختلاف اللي كاين ما بين سيدي محمد
والاصدقاء ديالو الزملاء ديالو في المسيد. لو ناراتور ام لانفيزيبل سيدي محمد عز عليه اي حاجه ما كتبانش، الخيال عز عليه اي حاجه عنده مع الخيال. الوغ فيما الوغ كو سي كاماراد سو كونتونت دو فيزيبل، فيما الاصدقاء ديالو كيكتفيو باي حاجه اللي هي واقعيه قدام عينهم. السؤال التالي كيقول سيتي دو بيرسوناج، عطيني جوج شخصيات كي اون بارتيسيبي لي شاكو انوغيغ ليماجيناسيون دو ناراتور، شاركوا في التغذيه ديال الخيال ديال سيدي محمد. عندنا كاينين بزاف، نعطيو غير جوج، كاين لا فويونت كنزه، شوافه كنزه، اي لو بير دو ناراتور حتى معلم عبد السلام بالقصص ديالو. السؤال السابع عشر، كيل لو بوان دو في دو ناراتور، شناهي النظره ديال سيدي محمد الاحداث ديال القصه بما هو راوي ديال القصه. ديجا رجعوا لافيش دو ليكتور، ديجا عطينا الجواب، وكاين حتى الدرس اللي خاص بلو بوان دو في. الجواب اللي غيكون صحيح هو سي ان بوان دو في انترن، نظره اللي هي داخليه، حيت سيدي محمد هو راوي وفي نفس الوقت هو شخص من الشخصيات، حتى هو كيتفاعل مع الاحداث وحتى هو كياثر على الاحداث ديال القصه. السؤال اللي من بعده، كيلي لا سيتياسيون فينال دو سو ريسي، شنو هي وضعيه النهايه ديال هذه الروايه، كيف سالت هذه الروايه ولا هذه الحكايه. باغ لو روتور دو بير اي لا ريوفيرتور دو لا بواط، العوده ديال المعلم عبد السلام للاسره ديالو، وسيدي محمد مع ذاك الفرح ديالو رجع للعاده ديالو القديمه، مشى فتح لا بواط اميرفي. السؤال قبل الاخير، كومون ابيلتون لا ليتيراتور على لاكيل ابارتيان سيت اوفر، شكنسميو التيار الادبي اللي كينتمي ليه هذا المؤلف، ماشي لو جونغ دو لوفر، هذا لو جونغ دو لا ليتيراتور، النوع الادبي سي لا ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز، كاين اللي كيسميها كذلك لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز، الادب المغربي او الادب المغاربي للتعبير الفرنسي. السؤال الاخير، لو رومون اوتوبيوغرافيك اي دونك السيره الذاتيه هي، سيت ان ريسي ا لا بروميير بيرسون، هي روايه تكتبات بضمير المتكلم انا جو، في باغ ان ناراتور، مكتوبه او مسروده من طرف واحد راوي، ان ناراتور اللي هو نفسه لو بيرسوناج برانسيبال، راوي اللي هو سيدي محمد هو نفسه لو بيرسوناج برانسيبال هو البطل، ولكن مختلف ديستان دو لوتور، مختلف على الكاتب اللي هو احمد الصفريوي. دونك ديجا شرحنا في لافيش دو ليكتور بين احمد الصفريوي الكاتب، ولكن باش يحكينا الحياه ديالو الطفوله ديالو اختار اسم اخر اللي هو سيدي محمد. هكذا كنوصلوا للنهايه ديال الدرس ديالنا، اللي عنده شي اسئله يطرحها في انتظار انني نقوم بالاجابه عليها ان شاء الله، وكنطلب منكم شويه ديال الاجتهاد، شويه ديال العمل، شويه ديال العمل، انسان ياخذ واحد الورقه والسيلو، الاسئله اللي كنطرح لنا حاول تجاوب عليهم قبل ما نجاوب انايا، وقف لا فيديو حاول انت تجاوب، وبالتوفيق ان شاء الله في انتظار درس اخر.